القسم في القرآن الكريم، ويعني أكثر الكثير من السور بدأت بالقسم، والليل والضحى والشمس. يعني القسم هذا أكيد أن يعني في قسم ومقسم به وجواب قسم، لعلك تعطينا موجز دكتور عن الموضوع هذا. نعم، بارك الله فيكم. هنا أقسم الله تعالى بعدد من مخلوقاته بالليل، والليل إذا يغشى يعني إذا غطى بظلامه، وهي مثل والليل إذا سجى. نعم. والنهار إذا تجلى، أقسم بالنهار مع تجليه ووضوحه، ومن هنا طرافة، يعني أن حصلت مناظرة بين امرأة سوداء وامرأة بيضاء، فادعت المرأة السوداء فضل السود على البيض، لأن الله بدأ بالليل سوداء البشرة. سوداء البشرة وبيضاء البشرة. نعم، قالت الله تعالى أقسم بالليل قبل النهار، والليل إذا غشى والنهار، فحجتها بهذه الحجة. وما خلق الذكر والأنثى، في صحيح البخاري قراءة طبعا شاذة، قراءة بمسعود، والذكر والأنثى. سبحان الله، أي أقسم الله بالذكر والأنثى، يعني من عظيم مخلوقاته. لكن القراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم. الله أكبر. إن سعيكم لشتى. حول هالمعنى يا دكتور، يعني إن عملكم لمختلف. الله أكبر. وإن شتى، وقال بعض المفسرين متباين. سبحان الله، هذا خير وهذا شر، هذا مجتهد هذا مقصر، هذا سابق بالخيرات هذا مقتصد. الله، إن سعيكم لشتى. فهذا هو الجواب. الجواب القسم، وأن الله تعالى أقسم على هذا الأمر، على أن سعيهم مختلف، وذلك أنه قسم السعي في السورة نفسها، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وذكر جزاءهم، وهذا يسمى المقابلة في علم البلاغة. أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثم عكسها، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا يسمى مقابلة. كما قال الشاعر: على رأس حر تاج عز يزينه، ثم عكسها في الشطر الثاني قال: وفي رجل عبد قيد ذل يشينه. أو كما قال أبو طيب: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. هذا يسمى المقابلة، أنك تجمع عدة أشياء ثم تعكسها، وهذا بلاغة، بلاغة يتجلى في القرآن الكريم. ثم ذكر أيضا أن المال لا يغني عن صاحبه إذا تردى، أي إذا هلك. وذكر أيضا فضل أبي بكر الصديق، وأنه من السابقين، أعطى واتقى. إذن السورة يعني قد يكون من أسباب نزول السورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة أنه اشترى بلال وأعتقى لوجه الله، هذا ورد الظاهر في بعض الروايات. نعم، في الصحيحين قال: أعتقى سيدنا الله أكبر، بلال أبو بكر سيدنا، وأعتقى بلال سيدنا، لأن السيادة في الإسلام. نعم، ولا يضره أنه عبد حبشي، بل صار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وأيضا سبق إلى الجنة، سبق النبي، قال وجدت دفن عليك في الجنة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن سبق الصحابة في الإنفاق، في البذل على النبي صلى الله عليه وسلم بماله. ما نفعني مال. أحسنت، وليس أحد بأمن، كما قال أمن علي من أبي بكر، وأنه ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر، يعني أبو بكر سبق حتى في غزوة تبوك، جاء بماله كله. الله أكبر. عمر جاء بنصف ماله، أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وش قال عمر؟ قال: ما عاد أسابق بعد اليوم. قال: أنا أقول، عمر رضي الله عنه يقول: أنا أتيت بنصف مالي أريد أسبق أبو بكر في هذه المرة. فلما جاء بنصف ماله، أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله كله، فقال عمر: لا أسابق بعد اليوم. بارك الله فيك يا دكتور، لعلنا